ننتقل الآن إلى موضوع آخر، وهو موضوع تقرير صادر عن مؤسسة مراسلون بلا حدود. هذا التقرير يتحدث عن تراجع الأردن في ترتيب طبعا سلم الدول في مجال حرية الصحافة. أيضا مزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أو نتحدث عن هذا الموضوع تقرير مراسلون بلا حدود. نتحدث عن نتائج هذا التقرير مع نقيب الصحفيين الأستاذ طارق المومني. صباح الخير أستاذ طارق. صباح النور ستي، يا مرحبا. أستاذ طارق، بحسب تقرير مراسلون بلا حدود، تراجع ترتيب الأردن في حرية الصحافة، وعزو هذا التراجع لجملة من الأسباب كان أبرزها بحسب التقرير خضوع الصحفيين لمراقبة وثيقة من الدولة وخضوعهم لرقابة نقابة الصحفيين. ما هو تعليقك على هذه النقطة وهذه الأسباب التي ذكرتها المنظمة في تقريرها؟ يعني هي ولا شك أنه نحن تعودنا على مثل هذه التقارير التي أبسط ما يقال فيها أنها تفتقر إلى الدقة وتعتمد على وكلاء في العديد من الدول لا يعنيهم أي تطور أو أي تقدم في حرية الصحافة، بقدر ما يعنيهم هو الكسب المالي وتقديم تقارير تتناسب وما تريده مثل هذه المنظمات. ما ورد في هذا الإطار أنا أعتقد أنه غير صحيح وغير دقيق إطلاقا. نقابة الصحفيين يحكمها قانون ويحكمها نظام وتطبق القانون، وبالعكس يعني تتجاوز عن كثير من الأمور التي ربما كان يجب أن يكون لها دور أكثر إزاها، خوفا من أن تتهم دائما بمسألة التضييق على حرية الصحافة وحرية الإعلام والتضييق على الصحفيين. النقابة توفر حماية للصحفيين، تدافع عنهم وأيضا تتيح المجال لهم حتى يتحدثوا ويكتبوا بكل حرية وكله، ولم يسجل عبر مسيرتها أنها حاولت التضييق على الصحفيين أو حاولت تقييد أمورهم بقدر ما هو أحيانا مسألة تطبيق القانون الذي لا نطبقه في كل الأحوال، ونتجاوز أحيانا عن كثير من الأمور حتى كما أشرت لك لا يقال أننا نضيق على الصحفيين نضيق على حرية الإعلام. أما مسألة التسلخ الحكومي فهي أيضا أسطوانة مشروخة، فطالما ترددت وطالما تم الحديث فيها أقول بصراحة أنه يعني تسلم من شرها الحكومة في كثير من الأمور. الأردن فيها مش حرية لا بأس، صحيح قد لا يكون ما نريده، ونريد دائما الأكثر، نريد أن نتخلص كل التشريعات من العقوبات السالبة للحرية وأن أيضا من بعض القيود، وهذا يحتاج إلى جهد جماعي، وإن شاء الله متفائلون في المستقبل القريب أن يكون أن ننجز مثل هذا الأمر حتى يكون المجال عندنا أوسع وتكون حرية الصحافة أكثر وأكثر. نعم، طب أستاذ طارق، بحسب التقرير والأسباب التي عزاها التقرير إلى تراجع الأردن 3 مراتب، تعديل قانون الصحافة والمطبوعات والنشر في عام 2010، إلى أن هذه التعديلات حملت قيود على الإعلام الإلكتروني وأغلق على حينها العشرات من المواقع الإخبارية الإلكترونية لعدم امتلاك هذه المواقع التراخيص كما ينص على ذلك القانون، وأيضا استمر توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات، واستمرت قرارات أيضا قرارات منع النشر، ماذا تقول في هذه الزاوية؟ يعني هي فيما يخص موضوع تعديل قانون المطبوعات والنشر، نحن تعودنا على عبر المسيره ان هناك اكثر من تعديل صارت على هذا القانون، وهو نعتقد انه مرتكز اساسي. مساله التوقيف، هناك نص واضح وصريح في قانون المطبوعات والنشر وعدم جواز التوقيف في قضايا النشر، لكن ما حصل هو قانون الجرائم الالكترونيه الذي فعل فيه نص واصبح يتم محاكمة من ينشر عبر الفضاء الإلكتروني، يحاكم بموجب هذا القانون وقانون أصول المحكمات الجزائية، وهذول القانونين يعطيان الحق للمدعي العام بالتوقيف. وما نشهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي ربما يعني يحتاج إلى 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 ضبط، يحتاج أكثر إلى ضبط، نعم. أكثر يحتاج إلى نقول تدقيق أكثر، يحتاج إلى مساءلة أكثر، لكن مسألة التوقيف يجب أن تنتهي. أما قضية الترخيص يعني فيما يخص قانون التواصل، فهي مسألة ترخيص، يعني مسألة الحصول على ترخيص وهي لا تحتاج إلى أي جهد ولا تحتاج إلى أي التزام مالي، تقدمها يعني يكون هناك ناشر موقع إلكتروني يقدم رئيس تحرير عضو نقابة الصحفيين حتى تسأل المساءلة والمحاسبة، نعم، من قبل نقابة الصحفيين، المساءلة في إطار مهني أقول،
عندما يتم يتجاوز صحفي، يتجاوز موقع الكتروني، نعم، على حريات الناس، يتجاوز على حياتهم الشخصيه، يتجاوز على نشر اشاعات ومعلومات غير صحيحه وغير دقيقه، يحتاج الى ان يتم مساءلته. نعم. يتم مساءلته في طريقين، اما من خلال القضاء او من خلال نقابه الصحفيين، وهي نعم نقابه مهنيه يعني تعاقب في الاطار المهني فقط. نعم، بالحديث عن النقابه بعيدا عن موضوع تقرير مراسلون بلا حدود، كيف هي استعداداتكم لانتخابات نقابه الصحفيين يوم غد، وما هي الاجواء التي تاملون بان تسود خلال هذه العملية الانتخابية؟ كما تعلمين ستي انه يوم غد هو اجتماع الهيئة العامة، هذا الاجتماع ستناقش فيه التقارير الإدارية والمالية والمهنية، سيكون هناك مناقشة لتعديل النظام الداخلي، مناقشة لتعديل نظام التعاون والتكافل الاجتماعي، وأيضا انتخابنا نقيب ونائب نقيب وأعضاء ومجلس النقابة وفق قانون النقابة المعدل الذي تم تعديله في عام 2014. نحن اتخذنا كل الإجراءات في هذا الإطار، ونعمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي وشكل منطقي، ونسلم الأمانة ونسلم الراية إلى مجلس يحظى بثقة زميلة وزملاء أعضاء الهيئة العامة حتى يكملوا هذه المسيرة، ونحن ندعو لهم دائما بالتوفيق، ونقول ربنا يعينهم. المرحلة صعبة، المرحلة الدقيقة، المرحلة تحتاج إلى مرة أخرى إلى جهد جماعي، إلى تكاتف الجميع حتى نتجاوزها ونعبر بها أمام النقابة التحديات، أمام جسم صحف التحديات الكبيرة. نعم أستاذ طارق، بحاجة إلى تكاتف الجميع والتفاف الجميع حول النقابة والمجلس القادم حتى يؤدي دوره على أكمل وجه. نعم، ونحن بدورنا أيضا أستاذ طارق نتمنى التوفيق في انتخابات الغد لنقابة الصحفيين. كنت معنا الأستاذ طارق المومني نقيب الصحفيين، شكرا جزيلا لك.